السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جالك إشعار أو شيء من هذا القبيل؟ لا طلعنا على طول. لا لا، جالك إشعار على اليوتيوب؟ لا لا، في وين؟ افتح كده اليوتيوب وشوف لو أنت مشترك في قناة المعهد ومفعل الإشعارات. لا لا والله ما اشتركت في قناة المعهد، يا ابن لأني الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ده كلام برضو؟ ليش؟ ايه اللي ليش لازم لا تشترك؟ عشان كل المحاضرات ما نبهونا المعلمين اللي قبل، ما نبهونا بس يرسلونا اللينك اللي هو تصوير الشاشة وندخل عليها. هي نفسها، يعني هي نفس إي بس الفكرة. ما قالوا لنا اشترك، يعني هذه معلومة جديدة. احسنت، رائع. من أخطائنا نتعلم، إيه او من لا يخطئ لا يتعلم. جميل، يبقى احنا نشترك في القناة ونفعل جرس التنبيهات علشان كل المحاضرات تجيلك. صحيح هتجيلك المحاضرات اللي تخصك، واللي مش تخصك مش هتفرق كتير، مش هيعمل لك ازعاج الاشعار يعني، لكن في نفس الوقت هتبقى انت داخل وشايف اسم المحاضرة وبتدخل تشوف اللي تم رفعه عليها. واضح كده؟ ايه البسامة انستايت، ها انست، صح، انستايت البسام انست. انست، اختصار لكلمة انستيتيوت. ولما يكتمل الرفع انا هقول لكم انه تم اكتمال الرفع، وبالتالي هيجي لكم الاشعار. تمام، جميل. وقفنا اخر حاجه قبل الفاصل عند ايه؟ حد فاكر؟ اللي هو الدرس آخر نقطة اللي هي 10. وقفنا عند قبل الفاصل على موضوع تسميع الكلمات. كده بقى نركز شويه. ها، ايوه. فانا هعرض لكم الكلمات، ابعتها لكم على المجموعه تحفظوها. طب ازاي؟ انت سالتني سؤال مهم جدا، او نايف سالني سؤال مهم جدا، قال لي شلون نحفظ يا استاذ؟ باختصار، انت الكلمات قدامك اهي، بتجيب برنامج القاموس، عارفينه طبعا صح؟ اللي هو جوجل هو نفسه ليكن تطبيق. ليكن، بس بدل ما حضرتك هتعمل سكان للورقه اللي هبعتها لك وتخليه يترجمها لك، ها؟ لا حضرتك، ده ممنوع منعا باتا. امال هتخليه يعمل ايه بقى؟ هتخليه يقراها لك. يعني البرنامج الصوتي بتاع القاموس انت قلت عليه الله يفتح، بتاع جوجل مثلا كمثال، بدل ما يترجم الورقه او الكلمات، لا هو يقرا لك الكلمات. فبناء عليه تبدا انت تردد وراه الكلمات اللي انت ايه؟ بتسمعها. واضح؟ ايه طيب هتبدأ دلوقتي تحفظها بالورقة والقلم. تحفظها ازاي؟ تعال نشوف نموذج يوضح لنا ازاي نحفظها. ماشي؟ انا دلوقتي مثلا هتقابلني مثلا اول كلمة في الكلمات، وليكن كمثال، يعني كمثال كلمة I'm sorry، كلمة بك. خلاص؟ هنقول ان هي مكتوبة بالشكل ده. حلو، هبدأ أقول وراه، أسمع كده باك، فردد وراه وأقول ها، بك. الله يفتح عليك. بعدين أبدأ أعمل سبيلينج، بي أو أو كي، بكتب زي ما أنا قلت، أروح ماسك القلم كده وأكتب. طبعا الكتابة بالقلم لأن أنا بكتب بالماوس، فالموضوع بيبقى بطيء شوية. خلاص، فأنا خليني هكتبها تاني مرة أخرى بالكيبورد، فأقول بي او او كي، وارجع اكتبها مره تانية بالصوت واقول بوك. يبقى كتبتها مره فور سبيلينج ومره فور برونانسيشن. فور سبيلينج اللي هو لتر باي لتر، بي او او كي، فور برونانسيشن باي ساوند، فاقول بوك. كتبتها وحسيت انها سهله، خلاص كده تمام، انا حفظتها تمام. اجي بقى عايز اسمع كل الكلمات دي مره واحده، اعمل ايه؟ هيبقى عندي ورقه الكلمات، للاسف انا دلوقتي مش مجهزها لكم، لكن اجهزها ان شاء الله صباح باكر، اول يوم حتى متاخر لو في وقت. تمام، وابدا اخد سلسله الكلمات اللي تحت بعض دي، وفي ورقه دفتر عندي، ولا استخدم القلم الجاف ابدا، استخدم القلم الرصاص دايما. استخدم معايا القلم الرصاص والمساحه، القلم الرصاص ابو ريال عارفينه، والدفتر ابو ريال، ايه
ومسحها من موريال، مش مسحها اللي في اخر القلم اللي بنقعد نعضعض فيها في الاخر دي ها وتترمي، لا مسحها من المنفصله دي. الموضوع كله مش هيكلف اكتر من 3 ريال. حلو الكلام. وابدا اكتب في الدفتر اول حرف من كل كلمه عندي في القايمه وما كملش. ليه ما كملش؟ لان انا كل لسه بحفظ، حفظته تمام التمام في نفس الدفتر بس في صفحه ثانيه. ارجع بقى للصفحه الاساسيه اللي مكتوب فيها اول حرف من كل كلمه وابدا استدعي الكلمات اللي انا حفظتها. حفظت وخلصت وتمام تمام. ممتاز. ارجع بقى اعرض على الكلمات الاصليه اللي انا بعتها لكم في الورقه على المجموعه، اشوف الكلمه الاصليه مكتوبه اللي انا كتبتها نفس الكلمه الاصليه اللي انا موجوده في الورقه ولا لا مختلفه. اذا كانت نفس الكلمه الاصليه في سمسم صديق ها زي الجماعه اللي بيتكلموا دول يبقى تمام. في حرف زيادة، حرف ناقص، حرف متبدل مع حرف، حرف متغير، انسى الكلمة الله يرحمك يا ست طيبة وما تحسبهاش واعتبر انها غلط. في الاخير هيطلع معاك مثلا 10 كلمات صح من اصل كام 20 كلمة كلهم، يبقى انت جايب مدي لنفسك 5 من 10. طب ليه ما نعملش الكلام ده هنا؟ لسببين، اولا احنا اونلاين فبالتالي كده كده هتعمله لوحدك، ثانيا عشان ما ناخدش وقت كبير من المحاضرة. يعني استاذ كل كلمه استاذ بناخذها ننسخ منها اول حرف ونحطها في صفحه مستغله بطريقه الحفظ بتكون كذا. يعني بالضبط كده. هنفترض انه دي الصفحه يعني اللي قدامنا. اي لحظه كده بس بعد اذنكم. هنفترض ان زين استاذ، واللي ما يعاني صعوبه منها يعني بيحفظها من اول مره شكل كلمات يعني مثلا الكلمات اللي عندي كده مثلا سوري اسف كده مثلا زي كده كمثال يعني خلاص وابني عليها الكلمه بالظبط. انت بقى هتكون حفظت الكلمات دي فين؟ في ورقه ثانيه منفصله بصفحه ثانيه غير الصفحه دي، حفظتها في الصفحه اللي قبلها ولكن الصفحه اللي على الشمال كمثال يعني. انا بدي مثال. ايه خلصت. تبدا بقى تكتب بقى تجيب القلم وتكمل بقى تكتب مثلا هنا مثلا بوك اذا كانت الكلمات كده طبعا مش اي كلمات وخلاص. بورد مثلا بوت تكتب هنا مثلا باي اي حاجه طبعا مش لازم بتدرس الترتيب الاصلي مش شرط يعني. تكتب هنا مثلا كات كار كده. وانت بتكتب لقيت انه في حرف مختلف في الكلمه متغير ناقص زياده يبقى الكلمه دي مع السلامه ما تحسبهاش في الصح. خدت بالكم ازاي؟ ايوه. تيجي تقول لي يا مستر انا حفظت الكلمات امبارح وطلع عندي 10 كلمات صح، يبقى انا جايب كام؟ اقول لك هو الاصل كام؟ تقول لي 25. اقول لك يبقى انت جايب مثلا 3.5 من 10. تدي نفسك الدرجه. الطريقة واضحة ولا محتاجة توضيح يا شباب؟ لا واضحة. حلو. أنا بالنسبة لي واضحة، ما أدري عن الشباب. سواء عمر المطوع أو عمر السبيعي في عندهم أي مشاكل؟ يتكلموا أو يكتبوا. وأنا برضو هعمل النموذج ده لاحقا إن شاء الله. طيب جزئية الاختبار بقى هرجع لها مرة تانية. الاختبار اتفقنا ان هو هيكون كل وحدتين اختبارين شهريين. الله يفتح عليك. اختبار ثم الحترين تاني اختبار. الاختبار هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن رابط. عارفين نظام الرابط صح؟ ايه احنا عندنا احنا قلنا كم درجة في الاختبار الشهري؟ 15 الواحدة كمساعدة منك. يا ابن الذين امنوا وعملوا الصالحات. ضيعت اللي احنا قلناه كده. لا لا ما ضيعت معك استاذ اللي هي 30. 30 اي نعم. اي الله يفتح عليك.
هيبقى عندنا 30 نقطة، 30 سؤال، عبارة عن كل سؤال عليه كم درجة؟ نقطة. الله يفتح عليك. إذا هو 30 سؤال أكيد بيصير كل سؤال عليه نقطة. بحيث إن النقطة عليها درجة واحدة. واضح كده؟ واضح. نفس الكلام، الرابط للاختبار الشهر التاني بنفس الطريقة، ثم رابط للاختبار النهائي. الاختبار النهائي كم نقطة؟ عفوا كم درجة؟ 60. هي برضه نفس الكلام، هيكون 60 نقطة، كل نقطة عليها درجة. طب ايه عبارة عن الاختيار؟ الاختبار عبارة عن كل اختيارات، مش هتكتب بإيدك حاجة، هتختار الكلمة الصح أو تختار الكلمة الخطأ أو تختار الصورة، اختيارات. واضح كده؟ واضح. في حد مش فاهم؟ تمام. يبقى نقول سريعا ملخص اللي قلناه عشان ممكن نحطه في نقاط. واحد، الكورس 4 أسابيع من الأحد إلى الخميس، ساعة ونصف يوميا من الرابعة إلى الخامسة والربع. يتم غلق الغرفة كل 40 دقيقة، فاصل حوالي 5 دقائق يتم تسجيل الحلقة ثم رفعها على قناة المعهد في اليوتيوب التي سيتم إرسال الرابط لها إن شاء الله عبر الواتساب. مجموعة الواتساب سوف تحتوي على جميع الأسماء الموجودين في الربع بما فيهم المدرب اللي هو أنا. عندنا عدد وحدات، 4 وحدات بدلا من 5 للتخفيف عليكم. مع نهاية كل وحدتين يكون هناك اختبار شهري، اختبار شهري أول بعد نهاية الوحدة الثانية من 30 درجة، اختبار شهري ثاني بعد نهاية الوحدة الرابعة يكون على الثالثة والرابعة فقط، يكون أيضا من 30 درجة. يتم اختيار الدرجة الأعلى لصالحكم. يكون الاختبار عبارة عن رابط 30 نقطة ب 30 درجة. شكرا لك أستاذ. عفوا حبيبي. أكمل التلخيص سريعا، لأن النقاط دي يفضل إنه أحدكم لما يسمع الحلقة تاني أو هو مركز معايا يبقى يكتبها ويسجلها على مجموعة الواتس. تمام كده. نستمر أيضا ونقول إنه ما سيتم شرحه فقط هو المطلوب منكم في المنهج، ما سيتم تركه هو المحذوف، فيكون الإجمالي هذا هو التحديد اللي انتوا بتسموه التحديد يعني. واضح كده؟ واضح. بالنسبة أستاذ للمستوى الأول اللي احنا بناخذه الآن، يعتبر المستوى الأول نفس اللي تقدمونه في المعهد صح؟ ولا بتختصر بس اللي في المنهج، ما راح تعطينا اللي في المستوى الأول اللي في المعهد الدورات حلو، التدريبية؟ سؤال جميل جدا ينم عن دماغ صحية، وأنا بحب الدماغ الصحي. شكرا مرة تانية يا تسلم حمد. تسلم. هو نفس المنهج اللي في المعهد ولكن أخف شوية عشان الضغط اللي عندكم في المواد.
تمام. مظبوط. انتوا عندكم مواد اخرى بتدرسوها؟ شبكات بقى بالتخصص، موارد بالتخصص، فبالتالي ما ينفعش يبقى نفس الكثافة اللي بياخدوها الجنرال كورسز، يبقى اقل شوية. يعني الدسمة زي ما بيقولوا، عارفين انت كامل الدسم وقليل الدسم، عارفين انت الفكرة دي؟ ايوه هو نفس الفكرة. حد عنده أي سؤال آخر؟ جميل. إذا لقاءنا غدا إن شاء الله في تمام الساعة 4. المنهج بتاعنا أو المجموعة بتاعنا اسمها إيه يا حمد؟ اسمها الربع الثاني إنجليزي. ايه نعم يا سلام، رائع. طيب بما إنه كده، خليني وانا معاكم عشان لا انسى، هدخل انا على قناة المعهد دلوقتي، تمام، و ارفع لكم الحلقة ان شاء الله. لحظة كده، تمام كده، تم رفع الرابط، او عفوا نضغط على الشير. المجموعة اسمها الربع الثاني انجليزي، صح كده؟ نعم صحيح. تمام. وبكده كل اللي هتعمله هتضغط على الرابط، تدخل هيظهر قدامك الحلقة، كل اللي هتعمله هتضغط لايك زي ما بيقولوا، وهتضغط على زر الجرس، هتضغط آسف سبسكرايب أو اشتراك، ويجي لك هذه الإشعارات، اضغط أستاذ على حلقتنا الإشعارات اليوم المصورة صح؟ بالضبط. درس أيه، ولما نخلص حالا الجزء الصغير ده برضه هيتم رفعه على القناة إن شاء الله. في حد عنده أي استفسار؟ جميل، شكرا لك. عفوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.